امبارح كان اول مره يعني تقريبا بنعمل بالليل وبنقدر ندفش شوي ونسوق. المراحل كانوا شوي سليبري لانه الدنيا ليل ومندي الارض و التايرز اخذوا وقت اكثر والبريكس اخذوا وقت اكثر لحلو قدرنا ندعس اكثر. اول مره كنا بنعمل هدول الستيجز يحشوش واللي هي نهر ابراهيم و بلاط بالقلب هي اسمها ترزية. مراحل جديدة وحلوة فيها كل شيء، فيها نارو سكشنز، فيها فاست سكشنز، فيها كل شيء يعني، فيها هيربز، فيها كل شيء من الرالي. نوعية الأرض هي بتفرق برالي لبنان إنه الأسفلت نفسه بزحط، بس الواحد لازم يتعود أكثر ويجرب أكثر. سوقنا كثير منيح كومبيرينج للسنة الماضية كأنه حدا تاني اللي عم بيسوق. إن شاء الله السنة الجاية راح نشارك وراح نكون مش زيرو كار، راح نكون كومبيتيتور مع الشباب وإن شاء الله راح نقدر نعمل أوقات منيحة. عنا داتا كتير منيحة صارت من نوتس من تايمز من كل شيء وكومبيرينج تايمز مع الشباب اللبنانية. إن شاء الله السنة الجاية بتكون بننافس من التوب 10 برالي لبنان السنة الجاية 2014 إن شاء الله يا رب. Thank you.
Thank you.